تفضلي سهلة تفضلي. ماما اجى لعنا ضيوف. اهلا وسهلا تفضلي. مين حضرتك؟ انا اسمي رحاب الطاهر. اهلا وسهلا تفضلي. تفضلي. بشو منقدر نخدمك؟ وليش مستحياك لهالقد؟ نورمان حبيبتي بس أنا بدي أشوف فؤاد. أنت بتعرفي ابني فؤاد؟ من أمتى؟ من حوالي كم شهر. شو في بينك وبينه؟ ولا شيء حرمه الله. هو بيعرف إنك جاي لعنا؟ لا أنا جاي أقول له كلمتين وامشي. كلمتين شو؟ ما بقدر احكي الا له. لتكونوا متفقين على الزواج؟ كنا بس هلا لا. يعني في بيناتكم علاقة حب؟ تقريبا. شو هي تقريبا؟ هو هون؟ ايه هون، قبل شوي اجا. بس يعني ليش ما اتصلتي فيه وقلتي له انك جاي لعنا؟ لانه ما عم برد علي. متزعلين؟ شو بكي نورمان؟ اصبري شوي. ايه مالك شايفتي شلون خجلانه؟ بديها تحكي. كنت قولوا له انه انا هون ولا امشي. نورمان نادي لاخوكي ماما. يلا يلا بسرعه. ايه يلا ماما لحظه. تفضلي تفضلي ارتاحي. ما توخذي لحبيبتي، نحن بدنا اياكي ما تخجلي، اعتبري حالك كانك ببيت اهلك. مين؟ لك رحاب رفيقتك شبه. رحاب عندنا هون بالبيت؟ ايه وقاعدة هي وماما وسوزان تحت. شو قالت لكم؟ ليش هي عم تقول شيء؟ يمكن خجلانة هي. طيب ما حكت ولا كلمة؟ لا حكت، قالت انه بدها تحكي معك كلمتين وبعدين بدها تروح. وانا ما بتحكي معها ولا نص كلمة. روحوا قلعوها، يلا روحوا قلعوها. شو قلعوها وما قلعوها؟ عيب فؤاد، عيب هذا الحكي. عيب؟ ليش هي وحده بتعرف العيب؟ بتروحي بتقولي لها انه فؤاد ما بده يشوفك لحتى يموت. لا والله ما رح، الا بستحي انا. بدك يعني روح اشحطها من شعرها؟ لك لا لا شو تشحطها؟ ليك انا رح اقلع منك نعمه ماشي؟ بتروحي بتقولي لها انه تنسى واحد اسمه فؤاد. يلا روحي! ما بده يشوفني؟ الشغلة بينك وبيني. لا يشوفني، يوقف ورا الباب ويسمعني. أنا ما بدي شيء منه إلا إنه يسمعني. أنا لأني حبيته لازم يسمعني. صحيح الله هو اللي سامع وهو اللي شايف وعارف، بس فؤاد كمان لازم يسمعني. من حقي انه يسمعني. شو القصة يا بنتي؟ والله خوفتيني. ما بقدر احكي الا قدامه. تعي معي شوف. خلص خلص حبيبتي، تعي معي شوف.
شو بدها؟ شو بدها تقول لعمو فهد؟ خلص حبيبتي، عادي وارتاحي واطمني، اعتبريني صديقتك اختك. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس خلص لا تبكي. مو حرام ما يسمعني، هو ارحم من ربه. احكي لي حبيبتي، وبوعدك اني خليه يسمعك، وبوعدك كمان انه كل شيء حتحكي لي اياه يضل بيني وبينك، ما حدا يعرفه. نحن كنا ناويين نتزوج، حبينا بعض كثير، واخوكي هو اللي حبني بالاول، وما سمعت عن واحد حب وحده مثل ما اخوكي حبني. وحبه هو اللي خلاني اتجاوب معه ووافق على انه نتزوج. وشو اللي خلاه ينقرب عليك هيك؟ لانه طلع معي الايدز. شو؟ لا تخافي، الايدز ما بيعدي باللمس. لوين جاي؟ خليكي مع عمي. هلا بدي اعرف شو فيه.